ما عمر هذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهارا كيكم السيدة الزهرة أبو علام الرئيسة لجمعية المحسنين ومسيرة لدار المسنين بمدينة حسيمة. نهارا نتحتفل سجن عيد الضم قران عيد نهارنا 24 عيد العرش المجيد أن الملك النا غادي يحفظ سيدة ربي ربي غاسي يفشن الصحة ذرانات السعادة طول العمر. نتشكري في الخطاب ينس إلي جاكيج مستوى طمقران بزاف نيناث نيسيور توسمخ الحدود الجزائر ونشني نتمنى إن شاء الله ذاز من الحدود النا يناثي الشعب الجزائر ذي مغربيين حما غنغتسن غاس نطرح إن شاء الله ونفرح بزاف سيناث الاعتراف لإسرائيل الصحراء مغربية ونتشكري ثن نتشكر سيدنا كل شيخ الانجازات ينس زقام يقيم خلقاس ينس انت يتق الانجازات انت يخجق المشاريع انت يتعاون الفقراء يتق كل شيء. نهارا غنغج نعيد ضم قران سمون ذا سويثمثنا غيثمثنا انا نسمون يجن فراحة ثاتيري طام قران ان شاء الله. نشكى العاملنا نشكى البشرنا نشكى السلطات النقع عند قيادنا المكتبنا الجمعيانا ومستخدميننا بكم نشينا قناة ذاني مركز رعاية الاجتماعية للمسنين بالحسيمة بصفتنا كطاقم إداري مسن لمركز رعاية الاجتماعية تحت قيادة السيدة الزهرة أبو علام نحتفل اليوم بالذكرى 24 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله عرش أسلافه الميامين. بهذه المناسبة نتقدم ببيعتنا ولائنا لصاحب الجلالة كطاقم إداري واجتماعي وتربوي مشرف على مركز الرعاية الاجتماعية في إطار الخدمات المقدمة للمسنين بدون مأوى. إنها لفرصة عظيمة أننا نجتمع في هذا الحفل ونشكر كذلك كل من ساهم من قريب أو من بعيد من محسنين ومن سلطات محلية ومن سيد العامل ومن سيد الباشا وكل من له مد لنا يد المساعدة في هذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. جاريا على التقاليد والأعراف للمملكة المغربية الشريفة فإننا اليوم وفي غمرة الاحتفالات بالذكرى 24 لتربع صاحب أو لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين فإننا اليوم في مركز الرعاية الاجتماعية للمسنين بالحسيمة أيضا نخلد هذه الذكرى الكريمة والذكرى الطيبة العظيمة استحضارا
لأسماء عبارات أو الالتفاف بالعرش العلوي المجيد، وأيضا للولاء لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. ومن هذا المكان المبارك نحتفل مع النزلاء هذا المركز، أيضا مع مجموعة من المحسنين والغيورين على هذا المركز. إذن من هنا نقول نتمنى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس موفور الصحة وطول العمر، وللأسرة العلوية الشريفة دام له النصر ودام له العز. نصر الله صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأيده. السلام عليكم ايثما سويثمات من خاتيرين مليح ان شاء الله كيكم تشمتكم مليد الحسيمية نهار وسيغدا تحتفل الغداء ثم غارينا قدار المسنين. قلت ما ثنا غزوره رانت اذا يتعرف نخوذنا زي المهاجرين رانت دي قديما تيري دي هولندا تيري دي بلجيك اش قتيري غدي بلجيك تمني غزي ما راي وذان اتقن المعاونه في اي وذانا صافي ضمنايا اذا كوم غايني عجبين الحر نهار ولا عمس ما قبلنا نهار عجبين الحر اجن المهاجره نغاقت ثاني تا ولكن خصبت مريخ في ناس تيري انت دي بلجيك ان شاء الله تقرا انت والسين المهم تقول سمر مبوبو هتاقي ها ان شاء الله منين نتمنى وتشكاشكم سوطاس تمني ان شاء الله شمر ما وسيغ توعد خشكم مرما وسيغ دعاكم دازق صافي سيفنا شكرا على عيد العرش شكرا على جلالة الملك الله يبارك عمر سيدي وشكرا على الرئيسة الزهرة أبو علام قايمة بالواجب وشكرا على المحسنين اللي كيجيو كيعاونونا وشكرا لكل شيء المخدمين اللي هنايا راه حنا واكلين شاربين الله يبارك عمر سيدي واكلين شاربين ومهنيين مع الرئيسة الزهرة أبو علام واخا هكاك 10 سنين وانا معاها عمرها ما أدتني عمرها ما نهطت عليا عمرها واحدة بنت فاميليا بنت الأصل باص ودروكا هادي لويزا بنت عبد الكريم الخطابي 10 سنين وأنا معاها واكلها شاربة مهنية في دار العزازة نشكرو سيدنا الله يمسترو وهادي الأميرة ديالنا هاديك لالا الزهرة كنشكروها بزاف كتفرحنا كتجمعنا في الأعياد وحنا فرحانين واكلين شاربين ما خصنا حتى شي حاجه وكنطلبوا لسيدنا ان شاء الله يكون لاباس الصحه ديالو لاباس كيعاوننا وكيهضر معانا في التلفزيون وكنستقبلوه وكنعيشوا ان شاء الله مليح.